إنها عتمة النهار وليس الليل. منذ أيام وعلي يبيع زبائنه دون خيط ضوء. كثيرة هي البضائع التي أتلفت بعد توقف التبريد، قد يضطر لرمي هذه الألبان أيضا بعد ساعات. ما عم يشتغل يعني كل يوم من الصباح لعشية، يعني كيس بطاطا بدك ماي ما في، عصير ما في، بدك تبيع العالم. ما عندنا شغل لأنه ما في كهرباء، والاشتراك بيجي ساعتين و700,000 بالشهر، وما في ما في ما في موتير. تشير موتير للمحل حقه 20 مليون، أنا ما معي والله العظيم حقه 20 مليون ما معي. فقيرة هي منطقة الخندق الغميق في بيروت، لكن أشياء كثيرة باتت تجمع معظم المناطق في العاصمة وسائر المحافظات. العتمة الشاملة التي تتمدد بسبب شح المازوت. محمد صاحب مولد يتأهب لشراء المازوت من السوق السوداء. لديه 350 مشترك في المنطقة، لا يزال يؤمن لهم 6 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً. كل المازوت عم يغضوه بالسوق السوداء، بيجمعوا بأماكن وبخزانات خاصة وبيبيعوا مثل ما بدهم، والشركات تلك ما عنا. يعني الشركة عم تعطي ناس نافذين بهاي البلد ولهم كلمتهم، عم ياخذوا الكميات الكبيرة وبيخزنوها وبينطروا لحتى ينقطع المازوت، بيبيعوا الجالون من 350 بيوصل ل 450. مخزون المازوت يكفي البلاد 3 أيام فقط. المصرف المركزي أعلن عجزه عن توفير الدعم لشراء المحروقات. قطاعات حيوية كالمستشفيات والأفران مهددة بالتوقف التام. طبعاً كهرباء الدولة هي خارج الصورة كلياً، فالتقنين وصل إلى 23 ساعة من أصل 24. الكهرباء ملك المولدات حصراً، والمولدات أسيرة المازوت، والمازوت تائه في دوامة الانهيار. لا شيء يضمن أن لا ينطفئ هذا المولد فجأة ويوقف التغذية بالتيار الكهربائي نهائيا، طالما أن أزمة المحروقات مستمرة وتنذر بالأسوأ. فهل تصبح العتمة الشاملة قدر اللبنانيين إلى أجل غير مسمى؟ ليال خروبي اليوم، بيروت.